أهلا بكم. بعد أن طاف عدة مدن عربية وعراقية، حط مهرجان حياة عرب الشعري رحاله في شارع الفراهيد الثقافي وسط مدينة البصرة بمشاركة عدد من الشعراء العرب من مصر والأردن والسعودية والذين أكدوا على الدور الريادي للعراق في الشعر العربي. نحن في شارع الفراهيدي في بصرة الجميلة في جنوب العراق، حيث انطلاق مهرجان حياة يا عرب. هذا المهرجان الكبير المتعدد الذي لم يحدث مثله أبدا. مهرجان حياة يا عرب انطلق من جمهورية مصر العربية في 6 محافظات، ومن ثم انتقل إلى جمهورية لبنان في 9 محافظات حيث الفسيفساء اللبناني المتعدد، ومن ثم إلى جمهورية تونس في 9 ولايات أو 9 محافظات أيضا، وثم انطلق في نسخته الرابعة في جمهورية العراق العظيم، حيث ابتدأنا في الموصل ومن ثم في تكريت ومن ثم إلى كركوك، حيث التنوع العرقي والثقافي والأدبي. من يريد أن يلقي الشعر في العراق يعمل 1000 حساب، لأن العراق هو الشعر، وكما أنه يحتوي على ملايين النخلات فهو يحتوي على ملايين الجمال من الشعر. فنحن إذا جئنا إلى العراق لا نأتي لكي نلقي الشعر، لكننا نأتي لنستمع الشعر ونستفيد من الشعراء. مهرجان حياة يا عرب أضاف ليس لنا بحسب بل لكل الجمهور الكثير والكثير، فهو ليس يحتضن الشعراء القائمين عليه فقط، وإنما كان مدرسة وكان كيانا يستدعي ويشجع على كتابة الشعر العربي.